موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى منبها على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء وقهره لجميع المخلوقات، فقال: أولم يرى الذين كفروا، أي الجاحدون لإلهيته، العابدون معه غيره، ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق المستبد بالتدبير؟ استبد بالأمر يعني فعله منفردا، فكيف يليق أن يعبد غيره أو يشرك به سواه؟ ألم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أي كان الجميع متصلا بعضه ببعض متلاصق متراكم، بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر، ففتق هذه من هذه فجعل السماوات سبعة والأرض سبعة، وفصل بين سماء الدنيا والأرض بالهواء فأمطرت السماء وأنبتت الأرض. ولهذا قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ أي وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئا فشيئا عيانا، وذلك كله دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وكان الصواب أن يقول: وجعل بين سماء الدنيا والأرض الهواء، لأن الهواء جزء من السماء، وليس أن السماء الدنيا وبينها وبين الأرض كله هواء. الهواء المعروف الغلاف الجوي هو ملتصق بالأرض، يكون جزءا من سمائها، أي ما سما عليها وارتفع عنها، وبعد ذلك ليس هناك غلاف جوي، وكل النجوم في السماء الدنيا كما قال الله في كتابه نصا: وزينا السماء الدنيا بمصابيح. فالسماء الدنيا كل هذه النجوم فيها، ليس كما زعم أهل الفلك أن القمر في السماء الثانية وأن العطارد في السماء الثالثة والمريخ والزهرة في السماء الرابعة، كل الكلام ده أو الشمس لهم تقسيمات تخالف ظاهر القرآن. فالسماء الدنيا فيها كل هذه المصابيح، كل المصابيح في السماء الدنيا، فكل هذه النجوم في السماء الدنيا ولها باب أو أبواب. النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد استفتحها هو وجبريل في المعراج، فلا يصح أن يقال أن ما بين السماء الدنيا والأرض هي الهواء، أو الهواء بمعنى لا شيء، لكن هذا ليس بظاهر، فإن الهواء يعني شيء موجود
وكما ذكرنا الغلاف الجوي الذي كما ذكر هو فيه يعني يحتمل السحاب ويمطر وكل هذا خلاف ما بين الكواكب وبعضها البعض والنجوم وبعضها البعض، فإنه لا يوجد فيه حتى هذا الهواء الذي يكون فيه الريح، وإنما هو فراغ فراغ تام. كل ما على على الأرض فهو سماء، ولذلك يقال على السماء سقف البيت سماء، فليمدد بسبب إلى السماء إلى سقف بيتي عند أكثر المفسرين، كما قال عز وجل: من كان يظن ألا يصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، يعني فليمدد بحبل إلى سقف بيته فليخنق نفسه. فكل ما سماء فهو سماء، والسماء التي نحن نراها فعلا هي سقف، لأن محفوظة، لأنها الهواء ده ملتصق أو الغلاف الجوي ملتصق بالكرة الأرضية اللي فيه غازات معروفة قد يختنق الإنسان إذا لم توجد الأكسجين، وكذلك لو تغيرت التركيبة تركيبة الغازات، الغازات ده أمر محسوس، الهواء ده تركيبة معينة ليس أمرا يعني مع ليس عدما، وإن كانوا هم يستعملون كلمة الهواء بمعنى العدم أو الفراغ يعني. والسماء والأرض كانتها ملتصقة، هذا آخر النظريات العلمية الحديثة، بعيدا يسمى نظرية عندهم، لأنه نحن نعتقد أنها الصواب، أن الكون كان كل شيء واحدا ملتصقا ثم انفجر ففصل بعضه عن بعض، يسمونه الانفجار الكوني العظيم. علامات الانفجار ده إلى الآن موجودة من استمرار اتساع الكون المشهود، أو في الحقيقة الكون المشهود هو السماء الدنيا، لما ذكرنا أن كل اللي بنبحثه فيه ده عبارة عن كواكب ونجوم، والنجوم كلها هي المصابيح رحمه الله، فهي كلها في السماء الدنيا، فكل المشاهد في المجرات وملايين المجرات وما تحتويه المجرات من مجموعات من النجوم والكواكب كلها من السماء الدنيا كما ذكرنا. عن عكرمة قال: سئل ابن عباس: الليل كان قبل أو النهار؟ فقال: رأيتم السماوات والأرض حين كانتا رتقا هل كان بينهما إلا ظلمة، ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار. والحديث أيضا: خلق الله خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره. فالكون لما كان كله كده زي داخل باطن الأرض كده، لو كان كله ملتصق ببعضه، اللي ينزل في بطن الأرض يلاقي ظلمة، ظلام تام داخل الأرض، أي حد ينزل تحت الأرض في قبر ولا حاجة من أول القبر يلاقي ظلمة خالص، لأنه ملتصق، الهواء هو اللي بيعمل النور، والشمس هي اللي ربنا جعل فيها النور، وكذا القمر، فالشمس دي كانت جزء من ضمن الملتصق، يعني الكون السماوات والأرض كلها كانت شيئا ملتصقا متراكما، كانت رتقا. كل دي أجسام صلبة. إيه؟ كل دي أجسام صلبة، مش زي مثلا الطيارات بس. إيه اللي أجسام صلبة؟ السماء والقمر والشمس والأجسام صلبة. لا، الشمس دي عبارة عن حاجات غازية. غازية بس بالآخر اسمه صلب. لا، صلب إيه يا ابني؟ الصلب ده معناه كده الهواء ده غاز. والشمس غازية. لما بتتحد الشمس دي كلها بتبقى الكورس ده متبقاش جسم، تبقى برضه غازية. لا، طول عمرها من يوم ربنا خلقها غازية. لو كورت وكده هتذهب ضوء الشمس. القمر جسمه والكواكب جسم، النجوم غازات.
هي ممكن تتكثف وتبقى جسم. على النظريات الحديثة دي الأرض عبارة عن حاجة هائلة جدا، كتلة هائلة وبعدين تكثفت. بنقول قطعا الليل قبل النهار، لان ما كانتا رتقا ليس بينهما الا ايه؟ ظلمه، كما قال ابن عباس. وروى ابن ابي حاتم عن ابن عمر ان رجلا اتاه يساله عن السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، قال اذهب الى ذلك الشيخ، اذهب الى ذلك الشيخ فاساله ثم تعال فاخبرني بما قال لك. قال فذهبت إلى ابن عباس فسألته، فقال ابن عباس نعم، كانت السماوات رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت، فلما خلق للأرض أهلا فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره، فقال ابن عمر قد كنت أقول ما يعجبني جراءة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن قد علمت أنه قد أوتي في القرآن علما. ده تفسير تاني لمعنى الايه؟ الرتق، بمعنى غير المنفتق، غير الذي لا يخرج منه شيء. إن السماوات كانت رتق والأرض كانت رتق، على التفسير الأولاني إن السماوات والأرض كلها كانت ايه؟ كلها متراكبة على بعضها، الاثنين مع بعض كانوا ايه؟ رتقا. قال عطية العوفي كانت هذه رتقا لا تمطر فأمطرت، وكانت هذه رتقا لا تنبت فأنبتت. وده معنى صحيح إضافي إلى المعنى الآخر، لأن كل شيء كان متصل الأجزاء ففتق واتسع وفرق بينه، يمكن أن الأجزاء اللي كانت مع بعضها دي بتفتح أيضا. لو في مادة كثيفة جدا مش هيعرف النبات يخرقها، ولا أن لو السحاب كثيف جدا، مادة كثيفة جدا خطرات الماء ما تنزلش منه. وقال إسماعيل بن أبي خالد سألت أبا صالح الحنفي عن قوله أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، قال كانت السماء واحدة ففتق منها سبع سماوات، وكانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أرضين. هكذا قال مجاهد وزاد ولم تكن السماء والأرض متماستين. وقال سعيد بن جبير بل كانت السماء والأرض ملتزقتين. وده قلنا ظاهر القرآن، يعني في واحد بيقول ما كانوش عمرهم مع ملتصقين ببعض، والتاني بيقول لا كانوا لازقين في بعض، وبعدين ايه؟ ارتفعت السماء. يقول فلما رفع السماء وابرز منها الارض كان ذلك فتقهما الذي ذكر الله في كتابه. وقال الحسن وقتاده كانتا جميعا ففصل بينهما بهذا الهواء. وقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي أصل كل الأحياء منه. إلى يومنا هذا يعني كل الأبحاث العلمية تثبت أنه لا يوجد أحياء من غير ماء. كل الكائنات الحية الماء يكون أكثر من 70% من مكونات أجسامها، ولا يمكن أن توجد حياة على أي في أي مكان من غير ماء. وأول ما يبحث عن الحياة في الكواكب المحيطة يبحث عن وجود الماء. ولذلك الإنسان مخلوق من الماء والطين، لأن الماء أصل كل شيء حي، والتراب والطين خلق منه الإنسان أول شيء. ونسبة تكوين أجسام البشر، نسبة تكوين العناصر، نسبة وجود العناصر في جسمي هو من نفس نسب وجودها في الأرض مع الماء. روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أنه قال
يا نبي الله إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي، فأخبرني عن كل شيء. فقال: كل شيء خلق من ماء. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. هذا خلأ أبي ميمون وهو ثقة. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إني إذا أتيتك، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني. يا رب ارزقنا قرة العين برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، حديث عجيب الشأن والله. يعني فعلا تخيل كده ان الانسان لما يشوف بس النبي صلى الله عليه وسلم تطيب نفسه. صلاح غريب، اللهم ارحمنا. قال: إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء. هي لها علاقة لأن في فيه في فاء، في تعقيب بالفاء، فأنبئني عن كل شيء، يعني لأنه عايز يستزيد منه. هو بتقر عينه وتطيب نفسه عشان ايه؟ عشان العلم، لأن علم الإيمان نفسه والإسلام كله مأخوذ من الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح، كانت نفسه غير طيبة بالشرك والكفر، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم طابت نفسه، وكل ما يشوفه تاني ايه تطيب أكثر. سبب لصلاح الولود صلى الله عليه وسلم البشرية يعني. قال: فأنبئني عن كل شيء. قال: كل شيء خلق من ماء. كل شيء هنا معناه كل شيء حي. قلت: أنبئني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة. قال: أفش السلام، وأطعم الطعام، وصل الأرحام، وقم بالليل والناس نيام، ثم ادخل الجنة بسلام. تفرد به أحمد، وهذا إسناد على شرط الشيخين، إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن، هو الراوي عن أبي هريرة، لكن إسناد أحمد يقول: حدثنا يزيد قال حدثنا همام عن قتادة. ده على شرط الشيخين. أبي ميمونة من رجال السنن، واسمه سليم، والترمذي صحح له، يصحح له، وقد رواه سعيد بن ابي عروبه عن قتادة مرسلا. حديث صحيح. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وجعلنا في الارض رواسي، اي جبالا، اي جبال ارسل الارض بها، او اي جبالا ارسل الارض بها، وقررها وثقلها لئلا تميد بالناس، أي تضطرب وتتحرك، فلا يحصل لهم قرار عليها، لأنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع. المعلومة دي ازاي يعني وصلوا لها زمان؟ ما اعرفش صراحة، بس هو فعلا اليابسة نحو الربع، يعني البحر 79% من سطح الأرض، واليابسة 21%. فإنه يقول: فإنه باد للهواء والشمس ليشاهد أهلها السماء، لوسطح الأرض. لا، فيش حديث صحيح في الموضوع ده. دي المعلومات اللي عندهم في الجغرافيا كانت قريبة يعني. يقول: ليشاهد أهلها السماء وما فيها من الآيات الباهرات والحكم والدلالات، ولهذا قال: أن تميد بهم، أي لئلا تميد بهم. شكل الجملة دي كده كأنها جاية من سياق تاني يعني. جملة فإنه باد للهواء، هو إيه اللي باد للهواء؟
وبعدين يقول ولهذا قال أن تميد بهم. أنا أعتقد أن في جملة فيها اضطراب يعني، وإن كان كلام كله كلام صحيح، أن سطح الأرض هو الذي هو البادي للهواء والشمس ليشاهد أهلها السماء، أهل الأرض السماء. ولكن قررها وثقلها لئلا تميد بالناس، أي تضطرب وتتحرك، أنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع. يقصد الربع ده بقى يعني ولا إيه؟ الربع ده هو اللي بادي. الربع اللي هو اليابسة يعني. الله أعلم. هو الربع ده اللي بادي، إن البحر مش بادي للسماء اللي بينزل تحت البحر، الدنيا ضلمة تحت رغم شفافية الماء، لكن لأن أجل الانعكاسات اللي بتحصل تروح جاية أشعة بعد جزء بسيط جدا من الماء تحصل ظلمة تامة. يقول وجعلنا فيها فجاجا سبلا، أي ثغرا في الجبال، ثغرا في الجبال، زي ثغرة وثغرة وثغرة ثور، يسلكون فيها طرقا من قطر إلى قطر وأقليم إلى أقليم، كما هو المشاهد في الأرض يكون الجبل حائلا بين هذه البلاد وهذه البلاد، فيجعل الله فيه فجوة ثغرة ليسلك الناس فيها منها من هنا منها هنا إلى ها هنا، ولهذا قال لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا، أي على الأرض وهي كالقبة عليها، كما قال السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وقال والسماء وما بناها، بناها يعني رفعها، البناء معناه الارتفاع، وقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والبناء هو نصب القبة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، أي خمس دعائم، وهذا لا يكون إلا في الخيام كما تعهده العرب، بل يكون في الماء في المباني، فإنها تبنى على إيه؟ على أركان. يعني كل البتاع، كل البيوت النهاردة مبنية على مواد وليس عند العرب فقط. محفوظا أي عاليا محروسا أن ينال، وقال مجاهد مرفوعا. طبعا مرفوعا دي أقرب للتفسير الحديث، يعني إن ده الغلاف الجوي محفوظ مرتبط بالأرض، هو لو ما تحفظش يضيع، لو ما كانش فيه جاذبية جذب الهواء ده كانت الناس تتخنق، لا يريدون هواء يتنفسونه. هو ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال رجل يا رسول الله ما هذه السماء؟ قال هذا موج مكفوف عنكم، إسناده غريب. يكون الفضاء ده مليء بالأمواج الضوئية والصوتية والكهرومغناطيسية، فهذا لا شك في ذلك، ولو نزلت علينا تهلك الناس. لذلك يقولوا الغلاف الجوي ده بيمنع الأشعات فوق البنفسجية وفوق الحمراء اللي بتصدر من الشمس المضرة جدا بالإنسان من أن تصل إلى الأرض، تعكسها طبقات الجو. يقول وهم عن آياتها معرضون، كقوله وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي لا يتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم والارتفاع الباهر وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلها وفي النهار من هذه الشمس
التي تقطع الفلك بكماله في يوم وليلة، فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الله الذي قدرها وسخرها وسيرها. وذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه التفكر والاعتبار أن بعض عباد بني إسرائيل تعبد 30 سنة، وكان الرجل منهم إذا تعبد 30 سنة أظلته غمامة، فلم يرى ذلك الرجل شيئا مما كان يحصل لغيره، فشكى ذلك إلى أمه، فقالت له: يا بني، فلعلك أذنبت في مدة عبادتك هذه. فقال: لا والله ما أعلم. قالت: فلعلك هممت. قال: لا ولا هممت. قالت: فلعلك رفعت بصرك إلى السماء ثم رددته بغير فكر. فقال: نعم كثيرا. قلت: فمنها هنا أتيت. يعني منها هنا لم تصل للعبادة. يعني العبادة التفكر. ثم قال تعالى منبها على بعض آياته: وهو الذي خلق الليل والنهار، أي هذا في ظلامه وسكونه، وهذا بضيائه وأنسه، يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى، وعكسه الآخر. والليل والنهار أصلا صفات، ولذلك يقال خلق الله الصفات. وهو الليل والنهار عبارة عن إيه؟ حاجة ممسوكة، عبارة عن نور وظلمة، صفة هذا الجزء من الأرض أثناء ووقت، والثاني صفة له أثناء وقت آخر. إن البعض من المتقدمين كان في قضية القضاء والقدر بيقول المفروض أن الأفعال لا يقال فيها خلقها الله. كلام غلط، الأفعال خلقها الله، والصفات خلقها الله، وليس فقط الذوات. هذه الآية صريحة في ذلك: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. الشمس والقمر ذوات، والليل والنهار صفات. يقول: هذه لها نورها يخصها، الشمس والقمر، هذه لها نورها يخصها، وفلك بذاته، وزمان على حدة، وحركة وسير خاص. وهذا بنور خاص آخر، وفلك آخر، وسير آخر، وتقدير آخر، كل في فلك يسبحون أي يدورون. قال ابن عباس: يدورون كما يدور المغزل في الفلكة. هو المغزل في الفلكة ده شكل بيضاوي، عشان كده بيقولوا المجرات بيضاوية، والكواكب بتدور حول الشمس في مسار بيضاوي مش مسار دائري. وكذا قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا بالفلكة، ولا الفلكة إلا بالمغزل. كذلك النجوم والشمس والقمر لا يدورون إلا به، ولا يدور إلا بهن. كما نظريتهم هم إن الفلك اللي بيدور، وهي موجودة في الفلك، فعشان كده بيدور. كلام ده طبعا حاجات تانية. لكن هي في فلك، يعني في مسار، هي تدور. كما قال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.